أنا أقسم بالله جلست مع بعض هؤلاء صادق، وأول كلمة قالها لي قال لي أنت كافر. اللي فضل لك شخصيا؟ لي أنا. أي نعم هم يكفرون أنا. قال لي أنت كافر. قلت له طيب يا سيد كده والله ابني. نعم. ابني في مقام ابني. نعم حسنت. يعني ما كملش 30 سنة في مقام ابني. قلت له طيب يا ابني أنا عاوز أدخل الإسلام. الله عليك الله ما شاء الله. قلت له يا ابني أقسم بالله أنا صادق. أحب لك الخير كما أحبه لابني. نعم صادق. والله يا ابني أنا لا أستعلي عليك ولا أتكبر عليك. أحسنت منطقا. ماذا كان رده؟ قلت له يا ابني والله أنا عاوز أدخل الإسلام. يا ابني والله لا أسخر منك. قل لي أعمل إيه وأنا وراك. نعم. فوصلي باستغراب. قال لي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. قلت له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلت له أنت ما صليت المغرب والعشاء خلفي؟ قال لي أيوه. قلت له طيب. لأنك كافر برضه. لأني كافر. هو لا يصلي. قلت له أنا الآن يعني نطقت الشهادتين وأنا لازلت متوضئا. أقسمت عليك بالله أن تقوم لتصلي المغرب والعشاء إماما وسأصلي خلفك مأموما. الله جميل. لتتيقن جميل. أنني دخلت الإسلام حتى عمليا مع أنه يعني الجمهور يشهد لي بالإسلام لمجرد النطق بالشهادتين خلاص يكفي هذا سليم. لكن البعض يقول لك لا الأول ركن عمل خلاص أول ركن عمل الإسلام الصلاة أنا صليت خلفك كده خلاص يا ابني صلى أصلى جيد وأنا صليت خلفك صليت خلفه أنا... نعم جميل وبدون السخرية نعم. صليت خلفه قلت له كده خلاص قال لا خلاص فابتسمت وضحكت قلت له طيب قبل ما نبدأ نتناقش أنا أسألك أيضا وسامحني هذا بس لتأصيل القضية نعم. ابن الحبيب هل تحفظ القرآن كله؟ قال لا. هل تحفظ نصف القرآن؟ قال لا. هل تحفظ ربع ياسين؟ قال لا. قلت إذن تحفظ ماذا؟ قال أحفظ بعض الصور. جميل. هل تحفظ 10,000 من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. قلت هل تحفظ 1,000 حديث؟ قال لا. هل تحفظ 500 حديث؟ قال لا. كده بأسلوب جميل زي ما أنا بكلمه كده وبابتسامة. قلت له طيب هل تحفظ 100 حديث؟ قال أحفظ بعض الأحاديث. قلت له جميل. هل تستطيع أن تفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ؟ قال لي الكلام ده. الله قلت له أكبر. والله قلت له وكأنه لم يسمع به. قلت له دي أصول نناقش بها أخطر قضية وقعت فيها الأمة واختلفت فيها الأمة ألا وهي قضية الوعيد. ألا وهي قضية الوعيد. أخطر قضية. فلا بد أن تكون ملما بهذه الأصول. الشاهد يعني باختصار الجلسة يعني أنا مستمتع على رسلك. لم تطل الجلسة لم تطل وقد شرح الله صدره للحق. الله أكبر. ماذا كان رد فعله؟ أنا بقول يا دكتور محمد مش هدعي أننا يعني أن احنا بعد جلسة وجلستين هنرجع له أبدا. بس خليني لو كانوا 100 وكسبت منهم 50 أنا حققت مكسبا كبيرا. صح.